هذه الأيام أحد الزنادقة والمجرمين الذين أضلوا الشباب وأضلوا فئام من الناس ألا وهو المدعو حسن الترابي عامله الله بعدله. هذا الرجل الهالك الذي طعن في دين الله والذي سب رسل الله والذي أساء إلى صحابة رسول الله والذي ما ترك شيئا أنكر علامات الساعة الكبرى والصغرى وأنكر نزول عيسى عليه السلام وأنكر خروج يأجوج ومأجوج وغيرها من الأمور الثابتة في دين الله عز وجل. ولله الحمد والمنة على أن أهلك هذا الرجل الضال المضل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقد قال الله عز وجل كذلك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى أن قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. لكل من خالف دين الله ولكل من حارب دعوة الله فإن الله عز وجل ينتقم منه. واعتبر بتلك الغرى وتلك الغرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فلله الحمد والمنة. وإذا هلك أحد أئمة الضلال فالمسلم يفرح بذلك، يفرح بذلك لأن هذا الشر قد غلب تحت الثرى. والترابي قال عذاب قبر ما في، واللي بعد ده جايك الصح لما تخش تحيد بعدين ودخلوه قال لي بتعرف في عذاب قبر ولا ما ولا ما. ونحن كمسلمين نؤمن بأن عذاب القبر حق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة يا عائشة إن عذاب القبر حق. دي أول يعني شيء نريد أن ننبه عليه. وأتباعه لو عنده أذناء ومريدين وحيران يجب أن أخذ أفكار الترابي الضال المضل. المنبر مفتوح للحوار والنقاش. وبحول الله وقوتي أقف مع آية من كتاب الله عز وجل وهي قول الله تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية العظيمة أمر الله عز وجل فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبين سبيله وأن يبين طريقه لأن للنبي عليه الصلاة والسلام طريق أمر الله عز وجل بسلوكه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسلوكه لأنه هو الموصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وما دونه من الطرق والأحزاب والسبل والجماعات والفرق والطوائف فكلها ضلال وشر وتقود صاحبها إلى نار تمضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قل هذه سبيلي. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن يبين طريقته وأن يبين سبيله. قل هذه سبيلي. والسبيل هو الطريق زي ما قلنا في طرق صوفية وفي أحزاب جاهلية حزب شيوعي وحزب بعث عربي اشتراكي وحزب ما عارف ايه حزب النور وحزب التحرير وكل هذه طرق من طرائق الشيطان. والنغاش بالأدلة ما هو بالهوى ولا بالمزاج. تجي تناقش تابع لحزب التحرير تعال ناقش قول حزب التحرير ده طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. تابع لجماعة الأخوان المسلمين أو المفلسين تعال ناقش قول هذا الطريق طريق النبي عليه الصلاة والسلام. تابع لطريقة صوفية أبوك الشيخ برعي مكاشفي أزرق طيبة غيره غيره من أئمة الضلال والطواغيت في هذه البلاد تعال ناقش على الرحب والسعة. ونحن يعني نناقش هذه الأفكار من خلال كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة نبين أنه
كل هذه الأحزاب ضلال، وكل هذه الطرق طرق إبليسية لا علاقة لها مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه السلام. وبرضو الجماعة العجيب والمزاج بتاع الخريطة لا تنالي، برضو في عندها خريطة إسلامي، الترابي قال في خريطة إسلامي لا تنالي اسعى النفس. فقل هذه سبيلي، والسبيل هو الطريق. ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل يعني الطرق، الطرق أحزاب جماعات طرق صوفية غير هذه سبل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ربنا وصاك إنك ما تركب لك أي طريق من الطرق المعوجة والطرق الملتوية التي تقودك إلى جهنم. الدليل على الكلام ده ربنا قال في سورة الفرقان، قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال الزول ده بيتمنى بعدين يوم القيامة لو كان تابع طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، هنا بياخذ له طريقة صوفية ولا راكب له يعني في حزب ولا جماعة ولا غيره، فبيتحسر يوم القيامة ويندم ويعض أطراف أصابعه من الندم لتفريطه في الدنيا في سلوك طريق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان دي أي زول ينزل فلان بتاع الترابي ينزل بعدين يوم القيامة يقول يا ليتني لم أتخذ الترابي خليلا، صادق المهدي يا ليتني لم أتخذ صادق المهدي سبيلا، البرعي على هذا قس وعلى هذا قس، كل زول خدت له مدبوع وزعيم ورئيس يغتدي به ويقدم قوله على قول الله وأفكاره على منهج الله فسوف يندم ندما عظيما يوم القيامة. الكلام ده واضح في القرآن، ربنا قال في سورة الأحزاب. يا أخي اقرأ الأحزاب اقرأ القرآن عشان تستفيد، عشان تنقذ الأمة. الأمة مستنية الشباب لكي يعني يسمو بها ويرتقوا بها. إلى الواحد تلقاه يعني شغلته كلها غنى وراسه كله مالان غنى وما عارف أي حاجة، ما فاهم في الدين أي حاجة، والله ما فاهم في الدين، ما يبقى شيء. أصغر المسائل أو أسهل المسائل تشكل عليه، تسأل من أي حد تلقاه الفنان الفلاني حافظ أغانيه، أما تجي في الدين تسأل تلقاه ما فاهم أي حد. عشان كده ربنا قال في سورة الأحزاب ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. فشان ما تصل لدرجة زي دي جئنا لنبين للناس أن هذه الأحزاب وهذه الجماعات وهذه الطرق لا علاقة لها مع منهج الله ولا مع كتاب الله، بل حذرنا الله عز وجل من أن نسلكها وأن نغتدي بها لأنها سبل الشيطان. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ربنا قال في سورة الروم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. شوف طريق ربنا دعوة إلى طريقه وإلى منهاجه دعوة للتوحيد. والبلد الآن محتاجة لجمعة عظيمة أو كبيرة من التوحيد. الليلة في كم قبة وفي كم ضريح وفي كم زريبة وفي كم بيان وفي كم طاغوت يعبد من دون الله. الحال غني أبو حناس بيجي مش قريبة، أبو حناس فيها كم قبة؟ لماذا شيدت هذه القبة؟ شيدالة شنو؟ يقول لك ديل الاولياء وديل بينفعونا وديل بيلحقونا وديل بيدفعوا عننا البلاء. وكذاب من يقول ان هؤلاء يملكون لانفسهم نفعا او ضرا، ما يملكون شيء، اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. لكن لجهل
كثير من الأمة السودانية بدينها وقع الضحية إلى هؤلاء الطواغيت وإلى هؤلاء الضلال وخدعوهم. كان كيف تلقى عبد الرحيم الزريب، عبد الرحيم البورع الهالك، ده إمام في الضلال في البلد دي لا يشق له غبار. قال الأولياء بيعلموا الغيب، وقال الأولياء بنت الجنة، وقال الأولياء، وده الأولياء شيطان، يعني ما هو أولياء رحمن. كل من مدحهم عبد الرحيم، عبد الرحيم الزريبة، هؤلاء أولياء شياطين، أصلهم أولياء للرحمن، لأن أفعاله ما تدل على أنهم أولياء للرحمن. زول قالوا قلبا تمساح حجر، واحد ثاني قالوا جر الشمس، جر الشمس، طب دفعنا المصوبة، قال دفعنا المصوبة، الشريف نسبه جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر مشان جلوا قلبه. واحد ثاني قال بحي الأموات، كل كذب وافتراء وضلال مبين نطق به هذا الرجل ونطق به هؤلاء الضلال. فالسبب الآن الرئيس في تأخر هذه البلاد وفي ما هي فيه من تسلط أعداء والقباب التي شيلت لمحاربة المولى جل في علاه. في أي محل تركب حافلة، تخش كافتيريا، تلقى الشرك شغال. فده سبب التأخر، وده سبب كل ما نحن فيه من بلاء وابتلاء، لأن ربنا قال في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ربنا يقول في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيوة البنزين بيبقى غالي عشان الناس ترجع للتوحيد، الطماطم بتبقى غالية عشان الناس ترجع للتوحيد. أي حاجة تحصل وعيشة الناس تضيق السبب بما كسبت أيدي الناس، وربنا دايرنا نرجع. ربنا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذه دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين جميعا، دعوة للتوحيد، ما زي الأحزاب الليلة اللافة. الأحزاب، كل الأحزاب لا تدعو إلى هذا الأمر العظيم وهذا الأصل الأصيل من دين الله رب العالمين. كل الأحزاب بلا استثناء ما فيهم، حتى أنصار السنة ذاته، حتى أنصار السنة يعني تخلفوا عن هذا الأمر وأصبحوا يلهثون وراء المناصب والكراسي والبرلمانات، ودخلوا في البرلمانات وتركوا الدعوة الواضحة والصريحة. عشان كده دعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الأنبياء والرسل، دعوة للتوحيد، إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الليلة الناس يعبدوا القبور، الناس يعبدوا الأموات، الناس يعبدوا البيانات ويتبركوا بالموتى ويسفوا التراب ويعلقوا التمائم والحجبات ويعلقوا الصور. وكل هذه من ضروب الشرك التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قومي لا يعلمون. وسكت كثير من الدعاة عن هذا الباطل وعن هذا الأمر العظيم رغبة أو رهبة أو من أجل تحصيل مال أو جاه أو غيره من أم حطام الدنيا. كثير من الدعاة سكتوا من تبليغ الناس توحيد الله عز وجل. فربنا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فكل من دعا إلى التوحيد دعا إلى الله. أي زول بيدعو للتوحيد دعا إلى الله، وكل من دعا إلى غير التوحيد فقد دعا إلى نفسه. عشان كده كل الدعوات الآن، أخوان مسلمين، حزب تحرير، غيره غيره، يقول لك خش معانا، خش الحزب وصوت، ولا بد ونريد وأن نفعل، لكن توحيد ما في. وده الأصل، ده سبب الإصلاح، ده سبب
كل خير، فمن أراد في الأرض إصلاحا لا فسادا ولم يدعو إلى هذا الأصل فهو داع للفساد. أي زول يقول دار يصلح الأمة ودار يصلح المجتمع وما دعا للتوحيد ده داعي للفساد. رضي أم أبى؟ رضي أم أبى؟ ودعوته محكوم عليها بالفشل. عشان كده الأخوان المسلمين فشلوا في مصر وفشلوا في الجزائر وفشلوا في ليبيا وفشلوا في السودان وفشلوا في كل بقاع العالم، فشلوا ما قدموا أي حاجة، بل كانوا سبب لتسلط الأعداء وتسلط المجرمين من الغربيين اليهود والنصارى وغيرهم. السبب الأخوان المسلمين بكل كافة الأجنحة، تكفيريين كأسامة بن لادن والضواري والبغدادي وغيره وغيره، ولا منظرين كسيد قطب وحسن البنا والترابي وغيره، هؤلاء من المنظرين وذلك من الهمج الرعاء، ذلك عضلات، ذلك قاعدين يشتغل عضلات، لكن ذلك مفكر ومنظرين مفكرين أو أوردوا الشباب المهالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة على علم. والدعوة إلى الله مهمة الأنبياء ووظيفة الأنبياء يدعون إلى الله عز وجل. عشان كده نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة يدعون للتوحيد، والآيات التي قرأت في مقدمة هذا اللقاء من سورة نوح 950 سنة شغال يدعو إلى الله، ما دعا لمنصب ولا لكرسي ولا لبرلمان ولا غيره ولا غيره. فالإصلاح في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، ده سبب الخير كله. فكل من دعا إلى التوحيد دعا إلى الله، وكل من دعا إلى غير التوحيد فقد دعا إلى نفسه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذه أنا ومن اتبعني أتباع الأنبياء كذلك يحملون هم الدعوة، أتباع الأنبياء يحملون هم الدعوة لكي يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ده أتباع الأنبياء. عشان كده ربيعي بن عامر لما ذهب إلى ذاك قال من أنتم؟ قال ليتم منو جابكم هنا شنو؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. عشان كده الصحابة كانوا أعزة سادة لما دعوا إلى التوحيد. أما الليلة نحن إلا من رحم الله، الذل والصغار وتسلط الأعداء والسبب الابتعاد عن دين الله. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذلك الداعية إلى الله عليه أن يتبرأ من صنف الشرك، لأن التوحيد نفي وإثبات. التوحيد كلمة التوحيد تنفي جميع الآلهة المعبودة بالباطل كما هو يعني في قول لا إله إلا الله، لا إله نفي لجميع الآلهة التي عبدت من دون الله، إلا الله إثبات للإلهية الحقة لله تبارك وتعالى من توحيد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالنزاع الذي وقع يعني مع الأنبياء إنما وقع في توحيد الألوهية، ولم يقع النزاع في توحيد الربوبية، ولأنهم يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو المحيي والمميت والرازق، ولكن جعلوا له وصايد في العبادة، فوقع النزاع في هذا الأصل أو في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية يعترف به حتى المشركون الأوائل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فما وقع الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الربوبية، فدي المهمة. الآن بعض الجماعات يدعو إلى يعني بعض الجماعات المنحرفة الصوفية كجماعة التبليغ على سبيل المثال، يقول لك تلقاه في الجامع، جماعتك تبع التبليغ ذيل تلقاه في الجامع معلق السروال في 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 في, في الشباك بتاع الجامع ورا، وعنده كافتيرا وحلة وعنده مفراكة وكمشتين
وتلقاه جماعة العفش والكمش، تلقاهم في الجوامع يقول لك الله خلقنا والله رزقنا والله قوم لنا الشجر والله خلق الطيور والله يعني كل الربوبية، لكن لا يدعو إلى توحيد الألوهية. يقول لك كون الناس يعبدوا الله ويترك ما سواه من الآلهة المعبودة بالباطن من الأوثان ومن الجباب ومن الأولياء ومن الأضرحة، ده ما عندهم معه شغل وما بيتكلم فيه، لأنه يقول لك دي بتفرق الناس يا مولانا، وأصلا بتفرق. دعوة التوحيد تفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك، تفرق بين أهل التوحيد والشرك، وما عندهم أي دعوة صوفية عصرية. هؤلاء جماعة التبليغ وغيرهم، هؤلاء صوفية عصرية، يعني لبسوا مظهرهم تشوفوا كده الدقن ولبس قصير وعمة فيها عزبتين، وتقول عنده حاجة وما عنده أي حاجة. يعني واحد نام قال جاء الرسول في النوم والداول قال له قوم بلغ، يبلغ شنو؟ قال تبلغ الدين، واجهل من الجاهل ذاته. عشان كده تلقاهم لافين بالجوامع 3 يوم في مدني و40 يوم في ضنقلة و5 يوم في الدمازين، تلقاه شغال كده لاف، تلقاه لاف في المساجد يقول لك دار أبلغ. تسألوا من أمور بسيطة في الدين تلقاه جاهل، وطيب دار تبلغ شنو انت؟ عشان كده الآن ده الخلل الذي وقع فيه هؤلاء، تركوا الأصل في من أنواع التوحيد وتمسكوا بأمر لم يخالف فيه المشركون الأوائل الأنبياء. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والشرك، الشرك منتشر، الشرك في بلدنا دي بالذات السودان منتشر. الطواف في القباب شرك، الذبح عند القباب شرك، دعاء الأموات شرك، ودي أعظم مصيبة، لأنه كلنا سودانيين وما في زول يعني ما بيسمع العبارات، العبارات اللي بتداول لنا الحبوبات وبعض ال عمامنا الكبار وكده، تسمع العبارات الواحد لو دار يقوم يقول يا ابو عمر ويا مكاش في الغوم ويا سابق يا ويا ود بدر من الفقر، كل هذه العبارات شرك بالله عز وجل. عشان كده ربنا قال في القران ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل الكافرون. يا اخي انت دار تدعو الميت ده اللي بتدعوه ده، ربنا قال لك لا بيسمعك لا بيستجيب لك، ويوم القيامه بيخاصمك بيقول لك انا ما قلت لك ناديني. ربنا قال في سوره الاحقاف ومن اضل، اي لا اضل، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء غير الله منتشر وبصورة عالية جدا في الأشعار وفي القصائد وفي المدايح، نادي أبو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه، ولا مصر المؤمنة بأهل الله ندعوك يا الله بجميع عباد الله، وندعوك بسيدتي هي زينب عمدتي والسادة السادة أنا عبدا لكم نادى، قم يا أخي ناديهم لي رجال الله البزيل البي، ده مشرك وكسلان داري ورطك معه في الشرك، فده كله شرك. وربنا في القرآن نهى عن دعاء غيره، ما بتلقى ولا آية قالت نادوا غيره. عشان كده الصوفية الآن، وفي واحد لافي في القنوات على الأيام في الأيام دي وزي ما بقولوا شغلة طالع فيها جديد، اسمه الدجال الفضائي محمد المنتصر الإزيري، هذا الرجل الضال المضل الذي يدعو إلى الكفر بالله ويدعو إلى عبادة غير الله ويجدد دين المشركين الأوائل. والله الزول اللي اسمه محمد المنتصر ده بيجدد دين المشركين الأوائل، أبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأبو جهل وكل هؤلاء الضلال، الزول ده ريح الدين بتاعهم تاني من جديد. يقول لك ممكن عادي تطوف في القبة إذا ما عندك في عقيدة في صاحب القبة، في زول مرق من هنا في زريبة هناك ما عنده عقيدة في المكاشفة، زول مرق من هنا في اللبيط هناك ما عنده عقيدة في عبد الرحيم الزريبة، وكل هذا ضلال. ويجوز تقول مدد يا فلان ونظرة يا أبو فلان، وكل هذا يدعو إليه هذا الرجل الضال المضل المنحرف محمد المنتصر الإزيري، وشغال في القنوات في قناة أم درمان وبتاعت حسن خوجلي، الزول
زول الكثير ده ما شافه زول يدعو الى فتح الباب لهذا الرجل لكي يدعو الى الشرك. حسين خوجلي اسال الله ان يعامله بعدله ويلحقه بالتراب سلفه، لانه زول فتح لرجل يجدد الى المشركين الاوائل، يجدد الدين بتاعه. حسين خوجلي فتح له القناه، اتفضل يا حمد المنتصر قول على الدين بتاعك، ودين كله باطل. عشان كده هؤلاء الناس احيوا عبادة الاموات والطواف بالقبور والذبح لغير الله والاعتقاد في غير الله، كل هذا نشره اهل التصوف. اهل التصوف نشروا ده، عشان كده بتلقى قصائدهم مليانة وكتبهم مليانة برضو. وده كتاب اسمه ليك سلام مني، ده بتاع عبد الرحيم الزريبة، ده أكتر زول ألف شعر في البلد دي، ينشر الشرك عبر الشعر. فعبد الرحيم الزريبة نشر الشرك عبر الأشعار، والناس من جهلها الزول عشان عاجبه اللحن تلقاه في اسمع في المدحة وما جايب خبر، يقول لك نطلب قصيدة سيدي حسنة حسونة. وانت عارف حسنة حسونة قالوا بيحيي الأموات وقالوا ما عارف بيسوي ويسوي، وتلقى عمنا شغال ينقص ساي وما جايب خبر للشركة الجوا بتاع عبد الرحيم الزريبة. ففي هذا الكتاب في الصفحة 41 قالوا في واحد من الشيوخ قلب البيت ولد، لتعلم أن هؤلاء الناس لا علاقة لهم مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا من قريب ولا من بعيد. الكتاب اسمه ديوان ليك سلام مني، تاليف الشيخ عبد الرحيم البرعي بتاع الزريبة بتاع البيض. قال بيتكلم عن شيخ احمد الطيب البشيري، قال يحضر مريد في النزع والجبير. انت لو كنت تابع لاحمد الطيب البشير اذا مت ودخلك جوا القبر بيجيك طوال الشيخ ويلقنك الشهاده، يجاوب لك على الاسئله بتاعت الملكين لما يسالوك من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، قال لك بيجيك. قال يحضر مريده، المريد ده الحوار، والحوار ده عباره عن حمار، الحوار عباره عن حمار، لانه بيخدم الشيخ خدمه عجيبه، تلقاه قاعد 25 سنه في التقيه، لا بيقول لا يكل لا يمل، يغسل سروال الشيخ ويعصر قرعين الشيخ ويطقطق ظهر الشيخ ويورق الخضره بتاعت مرة الشيخ، ولا بيعترض، لانه عبد الرحيم الزريبة في كتاب رياض الجنه ونرد جنة قال له ما تعترض على ابوك الشيخ، قال لك ابوك الشيخ لو قال لك اي حاجه نفذها طوال. قال استاذك يا فقير قل عنده ذليل حقير، له اطبع كالصغير ما تميل ابدا لغير، كل له قريب وجار له اخدم بدون ايجار، اوعاك من الكيجار ومعامله التجار، كن ثابت عنده ما تطعق عنده، في كربك عنده بتغيثك جنده. شرك وكفر بعد الخيابه وعدم الرجاله، قال لك ان جاتك مصيبه ناديه، وافتراء ودعوه الى الشرك بالله عز وجل. قال يحضر مريد في النزع والجبير للحج يلقن باحسن التعبير، وله يؤانس في الوحده والشبير، كمان بيسالك يتونس معك. والله شفت اخو جوا القبر ده ثاني، ما شفت ما في زول يعني يدخلوه معاك ولا زول يلحقك جوا نهاية ابدا، شفت الا ايمانك بالله عز وجل وعملك الصالح. لكن ثاني ابوك الشيخ في الدنيا اللي كنت قاعد تطقطق اصابعه ده والله ما بيلحقك، والله الذي لا اله غيره. وما تسمع بتاع القادريه، بتاع القادريه قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا اكو حاضر الميزان يوم الوقيعه، يوم القيامه بتاع القادريه قال برضه انت اذا كنت تابع للقادري برضه بيلحقك وكذب. وربنا قال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. قال للحجه يلقن باحسن التعبير وله يؤانس في الوحده والشبير، في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. جدا. الى ان قال كرامات ما بتنعد كالبحر بل ازيد. قال ايه وفي الصفحة الثانية قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. قال تسلم لابوك الشيخ، قال له سلم يا ولد
اهو ده القلب اللي بيتولد. الزول ده لو جبنا له البيت بتاعت المولد اللي قاعد ياكلوها دي ما بيقلبها بالطريقه دي وكذب. يقول لك قلب يعني انت شغال معارضه يعني؟ وربنا جابها بيت، ربنا قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربنا جابها بيت، انت شغال معارضه يعني؟ شغال معارضه، كذب وافتراء وضلال مبين يدعو اليه هؤلاء المتصوفه ويساندهم على هذا النشر هذا الباطل. الاخوان المسلمين كحسين خوجلي وحسين خوجلي ومن حزى حزوه من هؤلاء الضلال الذين فتحوا الباب لهؤلاء. ونحن اذا في زول دار ناقش والفرصه مفتوحه للحوار والنقاش في هذا الكلام الذي قلناه، ان التصوف على ضلال، الاخوان المسلمين على ضلال، حزب التحرير ضلال، تنظيم القاعدة ضلال، داعش ضلال، المؤتمر كل الأحزاب ضلال. زول داري ناقش يبرز أنا قرنيه ونديه الفرصة نناقشه طوال. الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش لمن أراد أن يناقش أي حاجة في رأسك عمليك زنة دار تناقشة تعال ناقش. صوفي أخو مسلم قاعد ساي ما عندك شغلة بتاع خلط تعال طوال دار تناقش تعال ناقش. لو في زول عنده سؤال برضو يجي، لو في زول عنده سؤال يسأل طوال. الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش. الجامعة دي ما فيها يعني أتباع الترابي ما في؟ أبوك الشيخ الترابي توفى تعال دافع عنه الليله. قال عذاب قبر ما في. الليله بتعرف الصحي. ما في زول تابع للترابي؟ حزب تحرير ما في؟ اخو مسلم اخوان مسلمين ما في؟ صوفيه ما في؟ بلا الجزيره دي منتشره فيها صوفيه. ما في صوفيه؟ وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.